ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهارده بقى هنعمل حلقه مختلفه خالص. الفيديو بتاعنا هكلمكم عن شويه مشتريات اشتريتها، حبيت اوريها لكم، وهي حاجات جميله قوي. بس اول حاجه هعمل لكم كده ريفيو عن طقم حلل اللي انا بستخدمه، كان كذا حد من المشاهدين سالني عليه، فانا حبيت النهارده اعمل لكم عليه ريفيو. هو ده بقى يا حبايبي طقم الحلل اللي فيه كذا حد من المشاهدين سألني عليه. هو اسمه جراندي كوك، والخامة بتاعته تفلون، وهو طقم حلل جميل جدا، وكنت جايباه من رنين، وهو حوالي 11 قطعة، وسعره كان حلو جدا. والحلل بتاعته سواء الطاسات او الصواني او الحلل ما بتلزقش خالص، يعني انا استخدمت الصينية في الكيك، الكيكة بتتقلب ما بتلزقش فيها، الحلل كذلك، عملت رز عملت حاجة ما بيلزقش فيها، الطاسة كذلك. هفرقه على قطعة قطعة هوريه لكم، وهقول لكم على سعره في الفيديو. اول قطعة عندي هي القطعة دي، ده اللي هو البريوش اللي هو ممكن بنعمل فيه الكريم كراميل والحاجات ديت، جميل جدا. انا لسه ما استخدمتوش، بس حلو طبعا وشكله حلو، وهو شكله صغير وجميل. تاني قطعة بقى معايا هي حبايبي دي الصينية، دي مقاسها 22، وانا جربتها جميلة جدا، والحاجة مش بتلزق فيها خالص. جربت فيها الكيك وقلبته، اتقلب على طول من غير ما يتلزق فيها، جميلة، وغسلها سهل جدا، بس طبعا بنغسلها بسفنجة عشان خاطر ما تتجرحش، حلوة قوي. ودي بقى تالت قطعة، دي الحلة الصغيرة، دي مقاس 16، صغيرة جميلة جدا، طبعا تنفع للناس اللي هي الأسرة اللي بتبقى عددها صغير، أو بنعمل فيها حاجات صغيرة، ممكن الشوربة، الحاجات اللي هي اللي بتاخد حلل صغيرة، جميلة وحجمها جميل جدا، أنا لسه ما استخدمتهاش. ورابع قطعة معانا هي الطاسة، والطاسة دي مقاس 22، وبص غويطة، يعني تشيل زيت طبعا، حلو الحاجات اللي بتحتاج زيت غزير، فهتبقى حلوة فيها جدا، ومقاسها حلو قوي. ودي بقى الحلة اللي انا استخدمتها، مقاسها 22، مقاسها حلو جدا، والحلة جميلة قوي، وتنظيفها حلو، الحاجة ما بتلزقش فيها، بس طبعا بستخدم المعالق الخشب او بستخدم المعالق السيليكون عشان ما تتجرحش، وسهلة جدا في التنظيف، والاكل ما بيلزقش فيها، حلوة قوي، ومقاسها طبعا حلو. بالنسبة بقى للناس اللي هي بتعمل حوالي الاكل كيلو كيلو وربع، الحاجات دي بتقضي فيها وحلوة جدا. والحلة دي برضو استخدمتها، دي مقاسها 26، دي مقاسها بقى كبير، لما بكوني طبعا عايزة تعملي ايه حاجة يعني كتير او كده ما شاء الله، يعني انا استخدمتها لو تفتكروا في فيديو الطماطم وفيديو البرتقال، كانت شايلة وزن يعني 3 كيلو 5 كيلو، فبتشيل وزن كتير جدا ما شاء الله، وزي ما انتوا شايفين الغطا بتاعها استانلس وجميل، وهنا ماسك الغطا، والايدين بتاعتها ما بتوصلش الحراره، فطبعا دي حاجه جميله جدا، فتعتبر بصراحه منتج حلو قوي، وسعره حلو جدا، وتنظيفه حلو، وبصراحه يعني انا انصحكم الناس اللي عايزه تشتري حلل تشتروا، يعني لو قلت لي اشتروا اقول لكم اشتروا، لان هو فعلا جميل جدا وسعره حلو قوي. هم 11 قطعه بيتحسبوا بالغطيان، وريكم طبعا الطقم كله، بس ما عدا هي الحله رقم 18 ديت اللي هي مقاسها 18، عشان في التلاجة فيها اكل، فيعتبر جميل جدا، منتج حلو وسعره حلو قوي، كان ب 480 جنيه، والعرض ده بينزل على طول في رنين، فانا انصحكم بجد اللي عايز يشتري طقم حلل سعره كويس، وفي نفس الوقت تكون حاجه جميله وتنظيفها سهل والاكل ما بيلزقش فيها، فعلا يعني هاتوه، حاجه جميله جدا. تعالوا بقى اوريكم حاجه ايكيا. حاجة هكلمكم عليها النهاردة هي مشتريات جبتها من منتجات ايكيا، وطبعا عارفين ان منتجات ايكيا جميلة جدا، وساعات بيبقوا منزلين عروض حلوة قوي، بس مشكلتنا طبعا ان عارفين فروعه بتبقى موجودة في مكان بعيد، فساعات ما بنشتريش عشان خاطر بيبقى المكان بعيد، بس بصراحة في جروب حلو قوي وفرونا الحاجات ديت، وعملوها بسعر حلو قوي، يعني مش جايب حتى حق المواصلات اللي انت هتركبيها، فانا بصراحه جبته من الجروب دوت، هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف تحت، عشان لو حبيتوا تتواصلوا معاهم، هم ناس محترمين جدا وذوق جدا، وبصراحه اسعارهم حلوه قوي. من الحاجات اللي انا جبتها، جبت طقم العلب دوت، طقم حلو قوي حوالي 17 قطعه، وسعره جميل جدا 120 جنيه، بالنسبه طبعا لحاجات ايكيا فتبقى طبعا سعره حلو قوي، حاجه جميله بجد جدا قوي. تاني حاجة جبتها الجوينتي دوت، الجوينتي ده جميل جدا، طبعا بنستخدمه في المواعين، وممكن بتستخدميه ان هو بيتحمل الحرارة،
حلو قوي، وسعره كمان كان جميل جدا ب 30 جنيه. فطبعا احنا من احنا بنستخدم الحاجات دي طبعا في المطبخ، فهو حاجة يعني بصوا البلاستيك بتاعه طبعا جميل، يعني ايكيا غني عن التعريف، مش محتاجين احنا نتكلم عنه. فبالنسبة طبعا لحاجة ايكيا انه سعره 30 جنيه، فيعتبر طبعا الجروب دوت سعره حلو قوي على المنتجات بتاعة ايكيا. تالت حاجة هنتكلم عليها، انا جبت فوط مطبخ هم 4 قطع، وطبعا في منها الوان برضو لو عايزة. بصي حاجة جميلة جدا طبعا، حلوة قوي، وسعرها كان ب 50 جنيه. وفي طبعا منتجات تانية برضو هقولها لكم في بقية الفيديو. فبالنسبة لحاجة ايكيا حاجة جميلة جدا، وبالنسبة للجروب ده بصراحة جروب حلو جدا واسعارهم حلوة، اتمنى ان انتوا تتواصلوا معاهم بجد يعني على ضمانتي، هو حاجة جميلة جدا. وفي برضو منتجات تانية تبع ايكيا لو دخلتوا الجروب هتلاقوها، زي مثلا طقم المقصات دوت، طقم جميل جدا 3 قطع ب 75 جنيه. وفي المضرب بتاع النسكافيه دوت اللي احنا بنجيبه عشان نعمل بيه الفوليوم الحلو دوت، حلو قوي وتمنه حلو جدا ب 60 جنيه. وفي حاجات تانية طبعا، منتجات تانية جايبينها زي في طقم بطاريات اهو، صورته هتيجي دلوقتي اهو، عبارة عن 10 بطاريات ب 50 جنيه، حلو جدا. وفي طقم توزيع ده عبارة عن 5 قطع ب 125 جنيه، حلو جدا وبيستحمل الحرارة لدرجة 220. فطقم التوزيع ده بصراحة شكله شيك جدا، ومستو طبعا ان هو بيتحمل الحرارة، حاجة حلوة قوي. في منتجات تانية طبعا هوريها لكم موجودة في الجروب، زي العلب ديت، دي علبة للشاي القهوة النسكافيه، شكلها حلو جدا وحجمها 10 × 10 × 10، وتمن الوحدة ب 85 جنيه، بصراحة شكلها تحفة قوي، حلوة جدا. وفي كمان هنا هنلاقي ابريق، الابريق دوت سعته لتر، وابريق مية او عصير، وتمنه 35 جنيه، سعره حلو قوي. وفي عندنا طقم الشماعات ديت، الطقم دوت 10 قطع ب 65 جنيه، بصراحة حاجة جميلة جدا، تحفة قوي. وفي بقى الجلافز دوت، انا كنت وريته لكم قبل كده، الجلافز ده 38 جنيه، وبصراحة انا جربته هو حلو قوي قوي، وبيتحمل الحرارة وجميل جدا بجد يعني، هاتوه لا يعني على ضمانتي، حلو قوي. في هنا عندنا بقى ديت الكفر دوت بتاع الميكرويف اللي احنا بنغطي بيه الاكل في الميكرويف دوت، سعره 30 جنيه، شكله جميل جدا، والسعر بصراحة حلو قوي، يعني اسعار الجروب بصراحة تحفة، يعني مش جايبة حتى تمن ان انت تروحي تشتري من هناك، لا بصراحة حلو قوي. في كمان هنا طقم المشابك دوت، ده بنستخدمه في اكياس المطبخ، ودوت 30 قطعه بسعره 49 جنيه. طبعا هما في منتجات كتيره جدا، هسيب لك لينك الجروب تحت واوريكي صورته عشان لو حبيتي تشوفي فيه. وهي دي صفحه الجروب يا بنات اهو، اسمه مودرن فلافي هوم، هسيب لكم لينك الجروب تحت. طبعا هتلاقوا فيه حاجات انا ما قلتش عليها، يعني قلت على بعض المنتجات، لو دخلت هتلاقي بقى منتجات تانيه واسعارها كلها مكتوبه. بصراحة جروب جميل جدا، لو دخلتوا بجد يعني هتستفادوا، فادخلوا وان شاء الله يعجبكم. ويا رب يكون ريفيو النهاردة عجبكم، سواء ريفيو اللي عملناه على طعم الحلل لان في ناس كتير سألت عليه، وريفيو اللي عملناه على الحاجات بتاعت منتجات ايكيا في الجروب اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعه ده تحت. يا رب يوسع على الجميع ان شاء الله، ويا رب يكون فيديو النهاردة كان خفيف وريفيو كان حلو وعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لو انتم لسه جداد في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.